اجتمع اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. والحقيقة خلال الاجتماع وجه السيد الرئيس ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل في إطار مبادرة سيناء البردويل التي تساهم من خلالها هيئة قناة السويس في جهود تنمية سيناء بالتعاون مع شركة ديمي البلجيكية، والتي تهدف إلى زيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك الفاخرة التي تشتهر بها البحيرة من 4000 طن، يعني شوف ده المعدل اللي بيتم إنتاجه، إلى 11000 طن، يعني إحنا بنتكلم على 7000 طن زيادة سنويا، وده على المدى القصير، وصولا إلى 50000 طن على المدى المتوسط. حضراتكم طبعا عارفين أن بحيرة البردويل دي بتبلغ يعني الطول بتاعها 90 كيلومتر والعرض 22، وهي يعني مش كبيرة قوي، وكمان عندها ممر ضيق مائي مع البحر المتوسط. مزيد من التفاصيل دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. يعني كلمنا عن بحيرة البردويل وايضا الاهتمام بيها والكم الكبير للانتاج، يعني نتكلم من 4000 طن انه يزيد سنويا ل 11000 طن. كلمنا عن التنمية اللي حاصلة فيها والتطوير. يعني الاول اسمح لي اشكر حضرتك يا فندم، وطبعا الحقيقه احنا شايفين الدوله المصريه في الفتره الاخيره بتهتم بكل مجالات التنميه، وطبعا المجال الزراعي حظى باهتمام كبير جدا من الدوله المصريه، وكمان البحيرات المصريه تم العمل على تطويرها بشكل كامل، خصوصا ان الدوله كان لها رؤيه ان الاصول المتاحه والموارد المتاحه لابد من تعظيم الاستفاده منها لاقصى درجه ممكنه. شفنا عمليات تطوير بتحصل للبحيرات المصريه بالكامل، سواء المنزله، البرولوس، كل البحيرات الحقيقه كان بيتم العمل على رفع كفاءتها الانتاجيه، وبحيره البردويل بتعتبر واحده من انقى البحيرات الحقيقه، ما يعتبرش فيها اي نوع من انواع التلوث، واسماكها في المعتاد بيتم تصديرها للخارج وبتكون من الاسماك الفاخره. يعني الاهتمام دلوقتي ان احنا ازاي نقدر نطور بحيره البردويل، وطبعا التكلفات كانت واضحه ان احنا محتاجين نطور من البحيره، نطور البواغيز، يتعمل قناه اشعاعيه دي تساعد في زيادة الفرص الانتاجية للبحيرة، وده في النهاية بيعود بمزيد من الانتاج ومزيد من التطوير، وخصوصا الصيادين كمان وعملية تنظيم عمليات الصيد فيها من خلال تطوير المراسي، وده بيدي فرصة لفتح مجالات للصيادين ان هم يقدروا يلاقوا فرص انتاجية وتساعدهم في تحسين انتاجيتهم. انا وقفت عند جملة الاسماك الفاخرة، فالفاخرة هنا تقع ايه؟ نوعية الاسماك، ندرة الاسماك، فكلمني ما هي الاسماك الفاخرة؟ يعني طبعا الحقيقه اللي احنا عندنا البحيره بتتميز بانواع الاسماك اللي بتبقى عاليه الجوده، زي ما قلت لحضرتك بتبقى اسماك البحيره دي من انقى البحيرات في مصر، وعايز اقول كمان ان هي تعتبر عالميا من البحيرات اللي لها تميز في عدم وجود اي نوع من انواع الملوثات فيها، وده بيدي فرصه ان يكون جوده الاسماك اللي بتطلع منها بشكل اكبر، وده بيساعد ل زيادة الفرص التصديرية لينا. والحقيقة احنا كان عندنا تميز في الفترة الأخيرة بالالتزام من المصدرين بالمعايير اللي بتحطها الدولة المصرية للسوق المحلي أو لعمليات التصدير، ودي كانت بترفع من الفرص التصديرية لمزيد من الإنتاج وتساعد في دعم مزيد من الإنتاج عشان يكون في فرص تسويقية وإنتاجية أفضل. أكيد. فدي كمان بتساعد نحن نقدر نطور من البحيرات المصرية ونقدر. هل يا دكتور نسبة الملوحة العالية اللي موجودة فيها هي أيضا يعني بتزيد من الكواليتي زي ما بنقول، أو النوعية الفاخرة من الأسماك، يعني إن هم يتعايشوا أكتر لأنه نسبة الملوحة العالية دي ربما بتساعد أكتر؟ طبعا، واحنا كمان بنحاول ان احنا نحط حضانات او الاماكن التفريخ، يعني مفرخات للاسماك، علشان تقدر تساعد ان يكون عندنا الذريعه اللازمه لعمليات الانتاج للاسماك. والحقيقه كمان نسب الملوحه، احنا عندنا اسماك المياه العذبه في تطور كبير كان حاصل فيها، اسماك المياه المالحه احنا كمان بدانا نركز عليها بشكل اكبر، الاسماك اللي بتتحمل درجات الملوحه، لان دي كمان بتكون مطلوبه خارجيا بشكل اكبر، وقيمتها التسويقيه بتكون لها قيمه عاليه الحقيقه، فبتساعد في عمليات زياده الدخل والمردود على الاقتصاد القومي من التوسع في هذه الانواع. والحقيقه شفنا العديد من المناطق الانتاجيه اللي بدات بتهتم بعمليه الاسماك المياه المالحه، الى جانب الاهتمام ايضا باسماك المياه العذبه اللي هي بتبقى ليها قبول كبير لدى المصريين. فاكيد ان شاء الله هيكون في مزيد من التطور في انتاجيه البحيره وفي العائد والمردود من العمل في البحيره، زي ما طورنا العديد من البحيرات المصريه الاخرى.
أكيد. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، وزي ما حضراتكم شفتم كده طبعا ده مهم قوي إنه التنمية، يعني إحنا لما بقى في أساسا قناة السويس، قناة السويس كمان الجديدة، وأيضا نقدر نقول التنمية اللي موجودة، التنمية الاقتصادية حوالين قناة السويس، وكمان الاهتمام بكل الأماكن وبكل البحيرات وبكل المناطق، بيدي أيضا أنه نبقى عندنا فرصة أن احنا نعمل تنمية مستدامة في أماكن كتير زي بحيرة البردويل وزي كل الأماكن الاقتصادية الموجودة.